استفاقت ساكنة أكادير الكبير على وقع حادثة انقلاب حافلة لنقل المستخدمات على مستوى إحدى المنعرجات المؤدية إلى مصنع لتصبير السمك بحي أنزا شمال المدينة، متسببا في وفاة عاملتين وإصابة 30 من بينهم سائق الحافلة، وفق ما أكدته مصادر طبية رسمية. تقلب تقطع عليه الفران وهو يتقلب، والحاصله حتى دابا قالوا جوج عيالات ودري صغير وواحد السيد اللي كيحل الباب. شوف اخويا، حنا محقورين، شراينا هذه باش جاب لنا الشركه ديال الكيران كلها خاسره، وحنا كنغوطوا عليه كيطلع لنا هذاك الكار بحال البهايم، وهذاك الكار كامل داير غير السلوكه كامل خاسر، وكنغوطوا وكنمشيو عنده وكنغوطوا وكنديروا الشكايه ما مسوقش لنا، كيجيب لنا هذاك الكار كاينه 145 وحده اللي كاينه في تلتا المشروع، وكيدير الكار واحد خاسر وكيدير فيه جوج ديبارات اللي كيدير لنا في الكار واحد، وحنا طالبين بالكار الاخر. دابا الدري جاي مسكين زربان باش يرجع يجيب الكار الاخر. كارنا حادثة قلبت مواجع النساء وفلذات أكبادهن ودفعتهن إلى تنظيم مسيرة حاشدة من مكان الحادث في اتجاه المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث تم اقتحامه من طرفهن تنديدا بالأوضاع الاجتماعية المتردية التي تتخبطن فيه داخل مجموعة من المعامل. في هذه لاصال 9 ديال الحالات من هذا الاكسيدون ديال انزا، الوغ هذه الحالات الحرجه هما اللي دخلوا لهذ لاصال، الوغ في 9 الحالات كلهم درنا لهم ان بيلون، يعني دي راديو دي سكانير، الاغلبيه فيهم درنا لهم دي سكانير كورونتي. الوغ 4 ديال الحالات اللي كانت حرجه السبب ديالها هو لو تروماتيزم ديال الصدر وديال الابدومين. علاش؟ باسكو في هذاك الاكسيدون في الميكانيزم كان تدافع، يعني شي طاح على شي، دونك لي باسيون كانوا عندهم دي فراكتور دو كوت. الحمد لله هاد الحالات واخا عندهم هاد لي فراكتور عندهم لي تروماتيزم فالحالات ديالهم مستقره هاد الساعه. لي زوتر راه حنا دابا كان مع خداو التريتمون ديالهم، خداو الدواء ديال الادويه ديالهم هذا، وكان غادي نخرجوهم ان شاء الله بحول الله. سينو غيبقاو شي وحدين غيبقاو تحت الرعايه واحد 24 اور ماكسيموم ويخرجوا ان شاء الله. راه الخيره فيهم مسكينه، انا ما عندهاش كتنوض مسكينه تقطع، هذه اللي ماتت خلات جوج وليدات، والاخرى اللي ماتت خلات جوج وليدات، وهذاك تا هو اللي في الخطر راه مخلي ولادو، والمخيره فيهم مسكينه هنا، المخيره فيهم مسكينه هنا راه ما عندهاش. وبغينا خوتنا يبراو، بغينا خوتو تهزو، بغينا خوتنا يبراو. فاجعة صادفت ليلة عيد العمال عبر العالم، وأعادت من جديد فتح نقاش حول الأوضاع التي يعيش فيها العمال داخل المعامل بمختلف أنواعها، ويحتم على الجهات المختصة إيجاد حلول ناجعة وتطبيقها على أرض الواقع من أجل تجنب مثل هذه الكوارث الإنسانية مستقبلاً.